يقول: ما ضابط الذنوب الصغائر؟ الصغائر هي ما عدا الكبائر. الكبائر ضوابطها ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو بأن ببراءة الرسول ليس منا منه، إذا قال الرسول ليس منا من فعل كذا، هذه كبائر. وما لم ينطبق عليها إنما نهي عنه فقط، نهي عنه فقط، ولكن لم يرتب عليه وعيد، لم يرتب عليه وعيد باللعنة أو بالغضب أو بالنار، أو يرتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني، فهذا من الصغائر. نعم، يصير منهي عنه فقط، ولم يرتب عليه شيء من التغليظات والعقوبات. نعم.